صباح النور هاجر واهلا وسهلا بك. صباح النور منال وعوده ميمونه، توحشناك برشا. صباح النور زاده مستمعينا. نبداو راوند اب اليوم بالشان الانتخابي، حيث تنطلق اليوم الاثنين فتره قبول الترشحات الرسميه وتتواصل الى غايه نهار 3/6/2024، وذلك من الساعه 8 صباحا والى 6 مساء بالمقر المركزي للهيئه العليا المستقله للانتخابات. طبعا فتره قبول الترشحات بالنسبه للمترشحين الانتخابات الرئاسية اللي مسمع انعقادها في 6 أكتوبر القادم. وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أنه صفة المترشح التي تخول الهيئة الشروع في الرقابة تكون انطلاقا من تاريخ 11 أوت. صفة المترشح التي تخول الهيئة الانطلاق في الرقابة تكون بعد 11 أوت. علاش 11 أوت؟ يعني 11 أوت سنعلن عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا، المترشحين اللي راغبين في الترشح. دعوتنا اليوم انهم يحضروا ملفاتهم كاملة، تزكياتهم كاملة، باش يتفاداو يعني التدارك ومسألة إضافة الأوراق اللي ممكن الوقت ما يسمحلهمش بها. في ذات الإطار قالت الممثلة الإعلامية عن المنظمات الشريكة لملاحظة الانتخابات أمال بن خود لبرنامج إكسبريسو أن السياق العام للانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها في 6 أكتوبر المقبل هو سياق يتميز بالحركية وباختلاف عن السياقات الانتخابية اللي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. اليوم الانتخابات الرئاسية تتنزل في سياق عام سياسي ما بعد الأعلان عن حالة الاستثناء. السياق هذا نشوفوه أنه سياق جديد ومتحرك، لضعف فيه دور الأحزاب السياسية. اللي يميز السياق هذا هو وجود عديد المترشحين داخل السجن واللي أثيرت في حقهم تتبعات عدلية، كذلك اللجوء المتكرر لتطبيق المرسوم عدد 54. وفما نقطة بارزة هي غياب المحكمة الدستورية. كي نقولوا اليوم غياب محكمة دستورية يعني غياب هيكل قضائي اللي يختص بالنظر في دستورية القوانين، وهوني نحكي أكثر على القانون الانتخابي. وأشارت بن خود إلى وجود تناقض بين ما ورد في الدستور الجديد وما نص عليه القانون الانتخابي على مستوى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. دستور 25 جويلية 2022 جاب شروط جديدة مقارنة بالدستور 2014، اللي هما شروط متعلقة بالجنسية، بالسن، وبالتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. لكن الشروط هذه غير منصوص عليها في النسخة الحالية من القانون الانتخابي. ما فماش تطابق ما بين الشروط الموجودة في نسخة الدستور وفي القانون الانتخابي. لكن الفصل 89 من دستور 25 جويلية 2022 يقر على أنه يقع تقديم الترشحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط التي ينص عليها القانون الانتخابي. يعني هوني كان من الأجدر أولا تنقيح القانون الانتخابي، ثم في مرحلة ثانية إصدار القرارات الترتيبية للهيئة لتكون مقيدة الشروط اللي جاء بها القانون الانتخابي. نذكروا أنه إن شاء الله بارتير من 8 متاع الصباح سيد بلقاسم العيشي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باش يكون ضيفنا، نرجعوا معاه بأكثر تفاصيل على الانتخابات الرئاسية 2024. نواصلوا احنا مع ابرز التصريحات خلال الويكاند. نتعداو للشان البرلماني، حيث سيتم خلال الجلسه العامه يومي الثلاثاء والاربعاء خلال الاسبوع هذا 30 و31 جويلية النظر في التنقيحات اللي اقرتها لجنه التشريع العام على فصول من المجله التجاريه والمتعلقه تحديدا بالشيك دون رصيد، وفق ما اكدوا رئيس لجنه الماليه في البرلمان عصام شوشين خلال حضوره في برنامج لو غران اكسبريس، معتبرا انه التنقيح لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي اللي تمر به البلاد. 411 410 412 في الجلسه العامه يوم الثلاثاء والاربعاء ان شاء الله، نقاش في اعمال لجنه التشريع العام، حضرت معهم جلسه واحده، وانا اعطيت وجهه نظري كاقتصادي مش كجانب تشريعي اللي هما قاعدين يقوموا به. المشروع اللي معروض على لجنه التشريع العام، وانا هذا قلته في لجنه التشريع العام، انه ما خذاش باعتبار الوضع الاقتصادي اللي قاعد تمر به البلاد. ما لا انك انت تمشي في الظرف الحالي والازمه اللي احنا الاقتصاديه اللي قاعدين نمر بها تو، نقص في السيوله اللي قاعده تمر بها البلاد، وتجي انت في الظرف الحالي وانت تجي تو معناها باش تزيد تفعلوا القانون اكثر، معناها الحركه الاقتصادية مش توقف بعبارة أو بأخرى، مش توقف. فماش واحد ما يتعاملش بشيك ضمان، فماش الناس الكل تتعامل بشيك ضمان. زد على ذلك يا أخي ما عرفوش اللي هو الشيك توا يدخل يدخل في الماس مونيتير، تجي أنت تحد من المعاملات بالشيك هذايا، دونك الماس مونيتير مش تمسه.
إلى موضوع آخر، حيث أنه تضاعف الإنتاج الوطني من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي بالمقارنة مع الموسم الفارط، غير أنه المخزون الوطني من الحبوب يبقى ضعيفا جدا حيث يمثل 25% مقارنة بالاحتياجات الغذائية للمواطنين، وبذلك فالدولة ستجد نفسها مجبرة على توريد 75% من الحاجيات توينس المواطنين من الحبوب، وفق ما أكدوا الخبير في السياسات الفلاحية فوزي زياني لبرنامج الشارع التونسي. الانتاج السنة ضعف 3 مرات بالمقارنة بالعام الفارط، لكن عملنا 2.7 مليون قنطة، السنة على حسب آخر التصريحات 7 ملايين وقعت تجميع، برا قول 8 ملايين، لكن احنا ايش نستهلكوا التوانسة؟ نستهلكوا 32 مليون قنطة، والسنة نقولوا عملنا 8، يعني عملنا 25%، يعني سلبي جدا عندي أنا كمستهلك تونسي كخبير، نقول 25% انتاج وطني سلبي جدا. في شأن آخر، أجور المهندسين في تونس أقل بحوالي 4 مرات مقارنة بالمغرب و3 مرات مقارنة بالأردن، وهي دول تتقارب مع تونس من حيث التركيبة الاجتماعية والاقتصادية، وفق ما أكدوا عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، مشيرا إلى أن تدني أجور المهندسين تمثل السبب الرئيسي في هجرتهم نحو الخارج. السبب الرئيسي المهندس ما يلقاش روحه في تونس، الأجرة متاعه ضعيفة جدا، ووضعيته المهنية زادة ما هيش قاعدة تتطور كما يجب، ما يلقاش ظروف عمل ملائمة للي قرروه له المدارس الهندسية متاعه. أجور المهندسين في تونس هي 4 مرات أقل من المهندسين متاع المغرب، ما قلتش بارابور لفرنسا، فرنسا 9 مرات بالضبط، يعني احنا بارابور لأوروبا 9 مرات أقل، لكن كيف نقارنه بالمغرب 4 مرات أقل، كيف نقارنه بالأردن 2 مرات أقل، ذيك الزوز بلدان اللي هما يشبهونا، اللي هما تركيبتهم الاجتماعية والاقتصادية مشابهة لنا. وأوضح كمال سحنون خلال تدخله في برنامج إكسبريسو أن الأرقام المسجلة على مستوى هجرة الكفاءات في تونس تعكس الإشكال الموجود في المنوال الاقتصادي للبلاد. كيف ناخذ الارقام تاع ترتيب الامم المتحده خلال سنه 2022، تقلك ترتيب تونس من 141 بلد للمحافظه على كفاءاتها باش تشد المهندس ولا الطبيب، ترتيبنا 111 من 141، انك باش تجلب كفاءات اخرى لبلادك ترتيبك 119، يعني واضحه ان مشكله في المنوال التنموي نتاع تونس اللي يخلي الكفاءات تهرب وتخرج من عندنا. راوند اب. هذه كانت أبرز التصريحات خلال الويكاند منال. شكرا لك هاجر. دونك باش تقعد معانا على خاطر جوست بعد بيست براكتس مع بلقيس بن فرج، باش نرجعوا معاك وباش نمشيو في جولتنا في الصحافة التونسية في هيدلاينز.